جو اليوم ليش كثير بيتهموك مثلا انه بتحب تعمل كليبات اباحيه؟ ليك عاد الحلو انا بحب يكون العين تشوف اشياء حلوه بالفيديو. انت بتنقي الصبايا معك بالكليبات؟ يعني هو انا بحاول انه ابشع شيء يكون بالفيديو هو انا. فدائما بتقصد انه يكون كل شيء حوالي حلو تينفر ال. طب والصبايا انت بتنقيهم ولا انه في ولا كيف؟ انا بوافق على اختيارهم. وجريس شو رايها؟ شو بيقول الرجال؟ شو بيقول الرجال؟ جريس مدامتك جريس هانيان لا حول ولا. بس لا انا بعرف انه هي من الداعمين لجو طبيعي. اول ما تعرفتوا على بعض حتى طبيعي لو ما هيك كان اكيد عندنا مشاكل بقلبي. وجهلها تحيه حبيبه القلب. اكيد حبيبه قلبي. وانت ما عندك مشكله دائما بالكليبات تحب تضل شالح يعني انه حتى تبين؟ والله انا جربت اشلح عندك هون بس قالوا لي انه شو؟ لا من المستحسن تكون ببليزر مشان لا مش مشكله بس تحس حالك شوبت. هو مشوب انا مشوب. اذا بدك فك الميكرو هات لساعدك هون مش لاح تقبرني. بعد شوي بعد شوي ارتاح بعد شوي ما تخاف علي لما رح شوب على المزبوط. اعتبر حالك ببيتك حبيبي انت اكيد انا ببيتي.